قال تجمع أحرار حوران إن مفاريز الأمن العسكري في مدينة نوى بمحافظة درعا تفرض إتاوات مالية على أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال. ونقل التجمع أن الأمن العسكري يفرض على أصحاب آبار المياه والصرافات وتجار السيارات وأرباب المشاريع والمعامل في المدينة مبالغ مالية تصل إلى 15 مليونا بحسب نوع المشاريع، وقالت بأنه يتم تسليمها إلى المدعو أبو علي فواز بحجة حماية المشاريع من العصابات المسلحة وعناصر تنظيم الدولة. أفاد المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في حمص بأن نصف سكان المحافظة لن يحصلوا على مازوت التدفئة خلال فصل الشتاء. وقال عضو المكتب عمار داغستاني لموقع أثر بريس إن المحافظة يصلها يوميا 22 طلبا توزع منها 5 للتدفئة و13 للزراعة، أما ما تبقى فيوزع على مختلف القطاعات. وأضاف أنه بعملية حسابية بسيطة نستنتج أن عملية توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة قد تستغرق 6 أشهر في حال استمرت عملية التوزيع بالوتيرة نفسها من دون توقف. وهذا يعني أن نحو نصف سكان محافظة حمص لن يحصلوا على مازوت التدفئة خلال فصل الشتاء المقبل. كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد عن تراجع حركة البيع والشراء في سوق الهال بمنطقة الزبلطاني بنسبة 50% عن العام الماضي، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن. وأضاف العقاد صحيفة الوطن المقربة من النظام أن أسعار الفواكه خلال العام الحالي ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بنسبة وصلت إلى 60%، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من أسمدة وبذار ومحروقات وأجور النقل. بدأت محافظة دمشق بحجز السيارات القديمة المركونة منذ سنوات في عدد من أحياء المدينة، وذلك بسبب ورود شكاوى عديدة من المواطنين. وقالت المحافظة في منشور على فيسبوك إن المديرية أو مديرية هندسة المرور والنقل بدأت بترحيل السيارات إلى كراج الحجز، داعية أصحاب السيارات إلى مراجعة مراكز الحجز لتسوية أوضاعها، مؤكدة أن المديرية مستمرة بإزالة السيارات المتوقفة منذ سنوات على كل المحاور. أعلنت قوات قصد عن رفع الحظر الكلي في مناطق سيطرتها في دير الزور وفرض حظر جزئي. جاء ذلك في تعميم أصدره المجلس المدني في المحافظة التابع للإدارة الذاتية، والذي أعلن فيه إنهاء الحظر الكلي وفرض حظر جزئي من الساعة 6 صباحا أو مساء وحتى 5 صباحا باستثناء الحالات الإنسانية والمعابر، وذلك بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي بدواعي نجاح قصد في عملية تعزيز الأمن في دير الزور بحسب ما وصفه التعميم. أعلنت إدارة معبر باب السلام الحدودي مع تركيا عن تخصيص يوم واحد من كل أسبوع لعودة السوريين القادمين من الولايات التي ضربها الزلزال المدمر في جنوب تركيا ومناطق شمال غربي سوريا في شباط الماضي. وأضافت في بيان أن الذين قدموا إلى سوريا عبر معبر باب السلام ضمن زيارات الولايات المنكوبة خصص لهم يوم الخميس من كل أسبوع لمغادرتهم إلى تركيا، وذلك بسبب قلة عدد المتبقين من الزيارات.
ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بالدعوة ضد المعتدين على السوريات في حافلة إزمير.